عبر الهاتف ايضا هذه المره ينضم الينا الاستاذ شكري شيخاني الكاتب الصحفي السوري. استاذ شكري، ما علاقه قطر وهي التي عرف عنها انها تقريبا قامت بدور الممول لتدخلات اجنبيه عده في الساحه السوريه، ما علاقه قطر بهذه القضيه؟ صباح الخير لك استاذ احمد، وكل عام وانتم بخير وكل مشاهدي اكسترنيوز. بالنسبه لقطر هي يعني المعروف ان لها اصابع تخريب وشر في أكثر من بلد عربي والمحيط. قطر تأخرت برأي نورديك مونيتور، تأخرت كثيرا في إصدار هذه الوثائق القضائية، وهي التي باتت معروفة منذ عام 2016 تقريبا، لأن هناك أصابع قطرية مالية تمول الإرهاب في سوريا عن طريق تركيا. طبعا تركيا التي تجند وتخطط وتدرب هؤلاء الإرهابيين للعمل في أراضي السورية، ومنهم من تم نقلهم إلى ليبيا. الحديث عن الدور القطري هو فقط يقتصر على دور الممول وفقط، ولا هناك بعض الأدوار النوعية أو التقنية التي كان يمكن للقطريين أن يقدموها لهذه التنظيمات أو لبعض الدول التي ترعاها؟ قطر لم تتوانى أو لم تتأخر نهائيا عن تقديم أي إمكانية دعم لهؤلاء الإرهابيين، إن كان إعلاميا عبر قناة الجزيرة وإن كان ماليا عبر كافة البنوك التي تمولها قطر. وبالتالي هناك من يخطط ويدرب ويستفاد من الخزينة المالية القطرية لسد عجزه في النظام التركي. النظام التركي هو على فكرة مستفيد جدا من هذا الوضع الذي تقدمه قطر للإرهاب، وأولهم هي تركيا طبعا. إذا كان لتركيا دور له أهداف قد تبدو مفهومة حتى وإن لم تكن متصورة، لكن على الأقل لتركيا أهداف تقول إنها تسعى لتحقيقها حتى لو كان بهذه الوسائل، ما علاقة قطر أو ما هو المغنم الذي سيعود على قطر من وراء الدور الذي تلعبه قطر أو تساهم مع آخرين في لعبه في سوريا؟ قطر تعيش حالة عقدة نقص بالمساحة، بالسكان، بالأهمية، بالتاريخ، بالحضارة لهذا البلد. قطر تعتبر أنا برأيي أصغر من مدينة دمشق بكثير، حتى أنها تقارب مدينة حمص. قطر لا تتمتع بأي أهمية دولية أو إقليمية إلا إذا كانت تعبث بأمن هؤلاء الدول، تعبث بأمنهم، تحاربهم. يعني حجم المبالغ التي قيل إنها رصدت من جانب الحكومة القطرية على مدار العقد الماضي الأخير فقط في الأزمة السورية يبدو كبير للغاية. هل هناك مغنم حقيقي يمكن أن يعود على قطر، ثروة ما يمكن أن تجنيها على مستوى الثروات النفطية أو المعدنية، ولا هناك أهداف أخرى يمكن الحديث عنها بشأن الدور القطري؟ أستاذ أحمد، قطر ليست بحاجة إلى سيولة مالية. قطر تتمتع بجبال من الذهب والغاز والنفط. قطر لديها موضوع التحالف الإخواني المسلمين الدولي التي ترعاها قطر وترعاها أيضا الإمبراطورية العثمانية التركية حاليا. قطر هي تمثل اليد الخفية لنظام عالمي تخريبي يهدد أمن الشرق الأوسط بالكامل. تنظر الشرق الأوسط مهددة من قبل هذا النظام القطري. هو نظام صغير جدا بحجمه، ولكن بشره وعبثه بالدول المحيطة هو كبير جدا. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ شكري شيخاني الكاتب الصحفي السوري منضما إلينا عبر الهاتف. ختام هذه الجولة، يتجدد اللقاء عند رأس الساعة في موجز لأهم الأنباء، ثم جولة جديدة من جولات الآن.